أفادت وزارة المواصلات والاتصالات أن عدد المستفيدين من خدمات النقل البري في مملكة البحرين بلغ 32493 راكبا وذلك خلال شهر ديسمبر المنصرم. وكانت وزارة المواصلات والاتصالات قد أعلنت عن إضافة خطوط جديدة ضمن شبكة حافلات النقل العام لتخدم جميع مناطق مملكة البحرين، حيث تم البدء بتشغيلها اعتبارا من شهر نوفمبر من العام الماضي.